الو، مساء الورد. مساء النور، عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك تامر، اخبارك ايه؟ انا زي الفل يا حبيبي، انت كله تمام؟ الحمد لله تمام. بتداري على شمعتك ولا بتخاف ولا مش فارقه ولا ايه؟ والله بص، انا بالنسبه لي مش فارقه مع ان الوضع ده انا شايفه حواليا. انا متجوز ومراتي بتخاف من الحسد جدا. طب بتخاف بقى، خوفها بقى ده بيترجم ازاي؟ يعني بتعمل ايه يبين قد ايه انها خايفه؟ ما بتحبش طبعا بتاعت السوشيال ميديا دلوقتي، كل الناس اخبارها على السوشيال ميديا. ما بتحبش تبين اي حاجه حلوه حصلت ده. لا، ما تقولش حاجه على الفيسبوك، ما تعملش، ما تسويش، ما خد بالك دي يعني ها وحشه دي. مش يا ستي، الموضوع مش كده. الموضوع مش كده خالص. ما تبقاش الحسد هو ده الشماعه بتاعتنا. بس عايز اقول لك حاجه برضو، يعني منطقيه برضو اللي هي بتقول، يعني اللي فكر، يعني عايز اقول لك حاجه، انا هعمل زيها لان انا شغلانتي يعني يا فرض عليا ان انا حاجتي كلها تبقى على السوشيال ميديا، بس انا زيها بقى. بص، خلينا مؤمنين جميعا ان الحسد موجود، ما ده مذكور في القران ومذكور موجود ومعروف ان الحسد موجود. بس مش بالشكل المبالغ فيه بالمنظر ده. انا شايف ان هي دي شماعه، اي حد بيحصل له اي حاجه وحشه يقول لك مش عارف مين بصيت لي، مين سيبوني في حالي، انتوا عاملين فيا ليه كده. الموضوع مش كده يا جماعه. طب ما في عوامل ثانيه هي اللي ممكن تاثر عليك. ممكن كل حاجه عملتها وحشه في حياتك تغضب ربنا، هي اللي اذيتك بالمنظر ده. طب استنى، هل انت حصل لك موقف الفتره اللي فاتت فلما رحت البيت قلت لك اخدت عين يا حبيبي، معلش اخدت عين؟ بصراحه لا والله. ايه بقى؟ حصل. هو في ابني الحقيقه. يعني انا كنت مصور صوره كده، انا وابني، كانت صوره حلوه يعني. فنزلتها على انستجرام. تاني يوم ابني تعب، دخل في دور جميل كده، نزل شعبيه حاده يعني كان موضوع كده صعب. شفت؟ عشان الصوره اللي انت حطيتها. ستي، ما هو مش شرط يعني، ممكن نكون احنا برضو عملنا حاجه غلط. يعني ممكن نكون احنا عملنا حاجه غلط شويه بتاع، فممكن يكون هو ده السبب. يعني وارد يكون حاسد طبعا، ما مش هنكر ده. انت عارف ان في الموروثات الشعبيه ان الاطفال اكتر الكائنات اللي بتتحسد جامد جدا. يعني مش مشكله، يعني ماشي الحمد لله، ما هم ان هو كويس وربنا يبارك له فيه. الحمد لله. لا الحمد لله، عملت دور الحمد لله. طب استنى بقى، استنى تعالي لي كده. لما انت في شغلك، انت شغال في ايه؟ مبيعات، في تسويق، في ايه، في مجال ايه؟ كاستمر سيرفيس، خدمه العملاء. طيب لما انت بتيجي تترقى مثلا في شغلك، ما بتحاولش تعرف الناس كلها مره واحده ولا عادي بتبقى فرحان وماشي؟ لا بالعكس، انا ببقى عادي فرحان واحب اعرف الناس ان انا اترقيت وان دي حاجه حلوه حصلت في حياتي، واحب اشير الحاجه الحلوه دي مع اللي حواليا يعني. والامور بتعدي، ما عنديش اي مشكله فيها. نعم بتعدي. لا عدت الحمد لله. يمكن بص، يعني انا ما اعرفش، بس انا في شغلي يعني الحمد لله اللي حواليا كلهم عارفيني من زمان، تقريبا بقالنا 10 سنين مع بعض في الشركه. فالناس كلها عارفاني وعارفه مين باسم، يعني في حب وفي ود ما بيننا يعني. طب اخر سؤال، يعني بستبعد حته ان حد يحسدني دي، يعني بستبعدها شويه. ماشي، اخر سؤال، مين اكتر واحد عينه وحشه حواليك؟ مش عايز اسم، بس الشخص ده موجود ولا لا؟ لازم. لا يعني هل انت في شخص بتخاف من عينه قريب منك؟ صراحه في. طيب سيبك بقى من الشخص ده، انت بتتفادى عينه ازاي؟ ما بحاولش ان انا اتعامل معاه، ما بقاش في تعامل معاه بشكل مباشر يعني. يعني لو في مناسبات، يعني كذا مره مراتي تقول تعالى نروح للشخص الفلاني، ماشي ما عنديش مشكله، بس مش هنروح باحسن حاجه. ما نحاولش نتكلم في موضوع الفلاني. دول معروفين، في اشخاص كده بيبقوا معروفين. معروفين بس مش كلهم. يعني في اشخاص معروفين، يعني دول لما بيحصل معاهم اكتر من موقف ورا بعض، لا بتتاكد لا هم دول فعلا كده موقف تقيل. بس خد بالك ان اللي بيحصل ده هو ممكن يكون مش قاصد بالفعل، من ده اللي احنا بنقوله. بالظبط، اي حد ممكن يحسد، انت ممكن تحسد، انا ممكن احسد. لو انت مش راضي بوضع ربنا اللي هو رايده ليك في الوقت الحالي ومش حابب الخير للي حواليك، فانت اكيد هتحسد. صح، ده صح. انت ممكن تحسد نفسك،
لذلك يوصى يعني ان الشخص اي حاجة يشوفها حلوة او حاجة حاسة حلوة يقول لي يا اما ما شاء الله للشخص اللي قدامه، يا اما يقول على نفسه تبارك الله. فالحاجتين دول بيعصموا من اي حاجة ان شاء الله يعني. صح، نورتني وبشكرك جدا على تليفونك الحلو ده. الله يخليك، ميرسي قوي ان انا معاك، ربنا يخليك. باي باي، شكرا عليكم، مع السلامة.